الجينيوس بتاع. طيب يلا التوبيك الثاني اللي هنتكلم عنه هو الماكيولار اديما. زي ما قلنا للفيتراس هيموراج نوت اولويز دايابيتك، نفس الكلام الماكيولار اديما نوت اولويز دايابيتك. بمعنى ايه؟ انت دايما برضو زي ما في الفيتراس هيموراج كده، انت العام يجي لك انت مسنطر دماغك على ان هو دايابيتك فيتراس هيموراج، عندك سكر يا حاج لا مش عندي، يعني تقعد تلف حوالين نفسك على ما يعني تستجمع نفسك وتفتكر الديفرنشال دايجنوزس وتبتدي تجمع افكارك تاني تلاقي نفسك ارتبكت، لان انت مسنطر دماغك على ان هو دايابيتك فيتراس هيموراج، لو ما كانش بترتبك. واخد بالك؟ نفس الكلام في الماكيولار اديما، لا انا شايف الموضوع يعني اعنف شويه، انت دايما الماكيولار اديما از دايابيتك، وده مش غلط، لان احنا يعني 90% من الحالات المستضيفه في حياتنا في مصر هي دايابيتك ماكيولار اديما، احنا من اكثر الدول في العالم اللي فيها دايابيتس. تمام؟ يعني الدايابيتس عندنا بقى هو بعد التراكوما لما اتعالجت الدايابيتس بقى هو رقم واحد كبلايندنج كوز في مصر، يعني كان زمان التراكوما وبعد كده بقى دلوقتي الدايابيتس. يعني فهو تفكير منطقي، ولكن اول ما العيان بيقول لك ان انا ما عنديش السكر هي انت بترتبك، تقول برضه الله طب وين الماكيولار اديما دي جت منين؟ هو ما عندوش السكر امال جت منين؟ فدايما الديفرنشال دايجنوزس لازم يكون في ذهني. وحقيقي الكلو لكل حالات الرمض اللي بتصادفنا الصعبه، حالات المالتي فوكال كرويدايتس، حالات الماكيولار اديما اللي هي الان اكسبليند، حالات فيتراس هيموراج ان اكسبليند، اي حاجه كده يعني ان اكسبليند او بتصادفك دايما جهز لها ديفرنشال دايجنوزس، يعني اكتب لها في ذهنك ديفرنشال دايجنوزس. يعني عشان تبقى كلينيشن شاطر اهم حاجه في الرمض ان انت يبقى في دماغك ديفرنشال دايجنوزس. وانس ان بقى في دماغك ديفرنشال دايجنوزس هتلاقي امورك بقت اسهل كتير قوي. حتى لو اشتغلت في حياتك العمليه يعني براكتيكال اشتغلت بطريقه سيستماتيك وبقيت تاخد هيستوري كويس من العيان وبقيت تفحص كويس وتنفستيجيت، هتلاقي برضو احيانا بتتكعبل في الدايجنوزس واحيانا ما بتتكعبلش فيه. انما لو انت في دماغك ديفرنشال دايجنوزس، يعني عارف ان الحاله دي يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا كذا يا كذا يا كذا، فخلاص انا فوكس على حاجه على نقط معينه، فطول ما انا بدور في النقط المعينه دي الديفرنشال هيبقى الامور اسهل كتير. فاهم حاجه وانتم حتى في مذاكرتكم ركزوا على الديفرنشال دايجنوزس، كل حاجه اعمل لها ديفرنشال دايجنوزس في ذهنك. طيب الماكيولار اديما نوت اولويز دايابيتك. الاول سريعا كده هناخد يعني مراجعه سريعه على الكلام اللي احنا كلنا عارفينه ريجاردنج الماكيولار اديما، ان الماكيولار اديما معناها اكيوميليشن اوف فلويد وذين ذا انترميديت لايرز اوف ذا ماكيولار اريا. العيان دايما بيشتكي لك من الماكيولار سيمبتومز المعتاده، بيشتكي لك من بوزيتيف اسكتوما، بيشتكي لك من مايكروبسيا، ماكروبسيا، ميتامورفوبسيا، اللي هي الماكيولار سيمبتومز اللي ممكن تشوفها مع اي ماكيولار ديزيز. يعني بتيجي تفحصه بالسليت لامب باي مايكروسكوبي بعدد 97 عدد 78 هتلاقي دايما يعني لوس اوف فوفيال ديبريشن، ده كلنا بنشوفه كحاجه ايرلي تشينج في الماكيولار اديما. هتلاقي فيه ثيكنينج في الريتنا، ده حقيقي بنقدر نشوفه برده. ولو حاله ادفانسد قوي او فيها سيستيك تشينجز قوي ممكن نشوف السيستيك سبيسز دي. تمام؟ دي الصوره اللي هي دي حاله ادفانسد طبعا، وباين فيها البيتالويد ابييرنس حتى من غير فلوريسين ولا حاجه، باين كلينيكال كده يعني. وهي لما تبتدي تشوف كتير وفي الحالات اللي هي الشديده قوي ممكن تشوف فيها المنظر ده فعلا يعني. وممكن بقى الناس اللي بتصور كتير يبتدي يتعلم بالعكس، بمعنى ان هو يجي له حاله زي دي وصورها كالر فوتو او يعمل لها او سي تي ويلاقي فيها سيستيك تشينجز كبيره كده يروح جايب قاعده على السليت لامب. يعني انت احنا بنمشي هنا في المشرق سيستماتيك طبعا، وبنفحص كل الحالات قبل ما نعمل لها فحصها كلينيكال قبل ما نعمل لها انفستيجيشنز. انت ممكن تعمل العكس بقى، انت عملت الانفستيجيشن ولقيت نقطه بوزيتيف ارجع ستيب باك كده وابتدي افحصه كلينيكالي وشوف المنظر كان عامل ازاي. الاو سي تي طلع لك ابر تمبرال ثيكنينج، ابتدي افحص وشوف وخلي عينيك تاخد على ان فعلا ده هي الابر تمبرال ريتن هي اللي ثيكند، وتشوف فرقها عن بقيه الريتن. هي دي الطريقه اللي كلنا اتعلمنا بيها، يعني ريتروجريد كده اعمل الفحص وبعد كده شوف عينيك هتاكد على اللي انت شفته في الفحص ولا لا. ومع الوقت تبتدي تيست يور سيلف، ان انت تفحص حاله وتروح كاتب كده والله انا شايف فيها انفرونيزال ثيكنينج وشايف فيها سيستيك سبيسز مثلا في الحته الفلانيه، واعمل الاو سي تي شوف اللي انت عملته ده صح ولا لا. خلاص يعني عشان بس تبقى الموضوع مش محبط ولا حاجه، اللي انت ان انا اشوف ماكيولار اديما صعبه حقيقي وكان صعب علينا كلنا في الاول، بس هي الطريقه دي الابروتش انك تتعلم وتبقى كويس. يعني ما تفتكرش ان اللي بيشوف ده احسن منك في حاجه خالص، لا كلنا اتعلمنا كده وانت مش تعلم غير كده يعني. ان هو اللي بيبص يشوف يقول لك ده الحاله فيها inferior thickening، هو مش الساحل مدحت يعني، مش اللي هو بيشوف وتيجي انت تبص في حالين تشوف هي حته حمرا شبه بعضها، لا في thickening ولا في thinning ولا حاجه، هي اللقطه ما بتجيش غير زي ما بقول لكم كده يعني.
انما هو مفيش حاجه، لا عنده دبس زياده عنك ولا ستريوبس زياده ولا حاجه خالص، يعني هو موضوع تريننج وشوف كتير واعمل زي ما بقول لك كده يعني. طيب عرفنا بالهيستوري المريض هيخش بيشتكي من ايه، هيجي يقول لي ايه، لما هفحصه هلاقي فيه ايه. طيب هبتدي انفستيجيت، انا اعمل فلوريسين او سي تي اللي هم الحاجات الستاندرد بتاعتنا اللي بنعملها لاي حاله او سي تي، اي حاله ماكلر ايديما، فلوريسين او سي تي. الفلوريسين هيطلع لي هايبر فلوريسنس ديو تو ليكج ات ذا ماكلر اريا اكيد، ولو في سيستوليك ماكلر ايديما هنلاقي الارتيريو فينوس فيز بيبين سمول هايبر فلوريسنت سبوتس ديو تو ايرلي ليكج زين ليت فيز شو البيتالويد ابييرنس اللي هو المشهور قوي. ده المنظر اهو، نفس العيان بدا بشويه هايبر فلوريسنس وليكج، بعد كده بدا يتكون يحصل ستيننج للهندلي لاير اللي هي رينجت ريديالي دي، فده يديني البيتالويد ابييرنس اللي احنا شايفينه ده او الفلاور ليتل باترن. الاو سي تي هيطلع لي برضو loss of foveal depression, thickening of the macula with possible spongy appearance of the macula. لو systolic macular edema هتلاقي cystic spaces في ال intermediate retinal layers. تمام؟ ده المنظر طبعا كلنا حافظينه وعارفينه في الاو سي تي. معاذ بيشوف له 40 45 حلقه بالمنظر ده يوميا اكتر. ده منظر تاني للادفانسد سيستويد ماكلر ايديما. تمام، فلوريسين بتاعها اهو، ده الكالورد فوتو للاوتو فلوريسنس بتاعها، ده البيتالويد ابييرنس، ده ليد فيز في الفلوريسين، ودوت المنظر بتاع نفس الحاله في الاوسيتي. طيب يا ترى ايه اللي عمل لي بقى كده، او ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي سيستويد ماكلر ايديما؟ بالنسبه لاول حاجه الريتينال فاسكولار ديزيز، هي اول حاجه احنا عندنا 7 مجموعات من الاسباب تعمل سيستوليك ماكلر ايديما، 7 مجموعات من الاسباب. رقم واحد واهم حاجه اللي هي بتيجي في ذهننا كلنا الريتينال فاسكولار ديزيزز، واللي هي اهمها ورقم واحد اللي هو الدايبيتك ريتينوباثي. فعلا يعني هو الدايبيتك ريتينوباثي ذا موست كومن كوز، يعني الريتينال فاسكولار ديزيز هي اهم جروب، والدايبيتس هو اهم سبب في الريتينال فاسكولار ديزيز. الا ان السيرفو والبي ار في او برضه يعملوا، الهايبرتنسيف ريتينوباثي يعمل، التلانجكتيزيا تعمل، الماكرو انيوريزم، كل الحاجات دي تعمل. طيب ايه اسباب تانيه؟ الانترا اوكلر انفلاميشنز تعمل، ممكن بعد الكاتاركت زي اللي هي بيسموها الايرفنجاس سندروم، بعد اذر بروسيدجرز ممكن دراج، الموضوع يبقى دراج اندوست زي الادويه تانيه، هنعيد الكلام ده تاني، انا بس اعمل له سكريننج سريع، الريتينال ديستروفيز وبعض الحاجات التانيه. طيب يبقى انا عندي 7 مجموعات، يبقى انا لو جات لي حاله ماكلر ايديما انا خلاص مش مسنطر دماغي على انها دايبيتك بس، والله طلعت دايبيتك او العيان عنده فاسكولار كوز، انا عندي الدايبيتس طبعا رقم واحد، بس معاه برضه البي ار في او، معاه السي ار في او، معاه الريتينال ارتري ماكرو انيوريزم، معاه اسباب ثانيه. انما في عندي 6 اسباب ثانيه غير الفاسكولار ديزيز استعمل كده، اللي هم الانفلاميشن، اللي يكون العيان ده عامل كاتراكت وجاله ايرفنجاز، يكون عامل مش بس الكاتراكت، ايرفنجاز دي باسو بنومونيك لمين؟ للبوست كاتراكت، لا مش الفيكو، اي كاتراكت، مش الفيكو يعني اي كاتراكت، بوست كاتراكت سموها ايرفنجاز. انما ده ما يمنعش ان انا ممكن بعد تراف عيان يجي له سيستويد ماكلر ايديما، بعد بي كي بي عيان يجي له سيستويد ماكلر ايديما. تمام، يعني مش بس بعد الياج، وانت مش بيجي بعد الياج صح، بالذات لو عملته امتى؟ برافو عليك، في اول 6 شهور. عشان كده دايما بنحب ناجل الياج ل6 شهور عشان اقلل الانسيدنس بتاع السيستويد ماكلر ايديما. الناس معتقده ان انا باجله عشان خايف من الار دي، لو حضرتك لو هتعمل له ار دي بالشوتس ممكن تعمل له عمل الكاتراكت ان شاء الله من 10 سنين لو انت عارف نيتك، او هتعمل اللي يجيب له ار دي ان شاء الله يكون عامل الكاتراكت من 10 سنين. واخد بالك، انت لو هتنقره ورا في الشبكيه هتجيبه، يعني ما هتلبه ايا كان يعني. انما هو الموضوع ملوش علاقه خالص بالريتنال ديتاتشمنت، الموضوع له علاقه بس بالسيستويد ماكلر ايديما، ان انت بتاجله عشان تقلل الانسنس بتاع السيستويد ايديما. ممكن الموضوع يبقى دراج انديوسد، واشهر دواء كان بيعمل لاتانو بروست. تمام، لاتانو بروست ده انهي جروب من الانتي جلوكوما؟ اللي هو كان اسمه التجاري ايه بقى؟ الزلاتان، برافو، اللي هو بتاع شركة فايزر. هتلاقوه اقل دواء بيستخدم دلوقتي، هتلاقوا الترافاتان بيستخدم اكتر منه، اللوميجان بيستخدم اكتر منه. ريتينال ديستروفيز اشهرهم طبعا الريتينايتس بيجمنتوزا، وبعض الامراض الاخرى زي السي ني في وفيترو ماكلر تراكشن. طيب هنعدي على كل واحد من 7 مجموعات دول كده سريعا. يعني الريتينال فاسكولار ديزيزز اهمهم الدايابيتس، دايابيتك ماكلر ايديما، اتقسمت طبعا، عارفين انتوا التقسيم المشهوره بتاع ماكلر ايديما، انت لو معاك في ام دي ولا معاكش في ام دي. لو معاك في ام دي يبقى العلاج اعمل فيتريكتومي، لان العند عنده تراكشن، فالايديما دي مش هتروح الا لما تريليف التراكشن، يا اما تفولو اب على اساس ان التراكشن ده يروح لوحده، يا اما انك تعمل فيتريكتومي.
اللي معهاش بقى في وتي معيش فيترو ماكيولار تراكشن بتتقسم الى insignificant edema ودي علاجها فولو اب وهي هتروح لوحدها مجرد ما العيان يظبط سكره او كلينيكال سيجنيفيكانت ماكيولار اديما. طب هو كلينيكال سيجنيفيكانت ماكيولار اديما دي اتعرفت بايه؟ بص حد من الغرس اللي بيكلمني جوه على السيره تقريبا على سيره الماكيولار اديما يعني حسام على الجي بي اس بيعمل معجزات بس مش كده فده الماكيولار اديما. الماكيولار اديما الكلينيكال سيجنيفيكانت تعرفها ايه بقى؟ تعرفها يا معاذ يعني مثلا دي الكيس الاولانيه للكلينيكال سيجنيفيكانت ماكيولار اديما اللي هي بتبقى ايه؟ ثيكنينج وخلاص اني ريتينال ثيكنينج. لا مفيش 500 ثيكنينج يعني مش 500 ثيكنينج هو ريتينال ثيكنينج او ريتينال اديما. مفيش ما حدش قال ان الثيكنينج نفسه يبقى 500. هتجيبها منين 500 دي او هتقيسها منين؟ وبعدين هي الاديما في السنتر غير في البريفري يعني مفيش حد قال. انت عارف الاي تي دي ار اس دي حاجه قديمه خالص يعني معموله حسابات حاجه 90 97 فما حدش قال ثيكنينج يبقى 500 هو ريتينال ثيكنينج خلاص. بعدين خلي بالك ده هو انا ببص عليها بعينيا ببص عليها بعينيا يعني بشخصها كلينيكال فاكيد بعينيا مش عارف اذا كانت 500 ولا مش 500. ايوه يبقى اذا هي ريتينال ثيكنينج وخلاص من غير ارقام او اللي هو ريتينال اديما يعني او ريتينال اديما ايكوال ريتينال ثيكنينج within 500 مايكرومتر اوف ذا سنتر اوف ذا فوفيا. دي الحاله الاولانيه. 500 مايكرون بقى ايه؟ ريديوس ولا 500 مايكرون دايامتر؟ برافو عليك 500 مايكرون ريديوس. دي من الحاجات اللي هي الكونفيوزنج. هو 500 مايكرون يا جماعه ان هم دول يعني يعني ادي السنتر بتاع الفوفيا اهو حته اديما هنا في الريديوس ده او حته اديما في ال 500 دول الريديوس الثاني ده او حته اديما تحت في الريديوس التحتاني ده يعني ريديوس ايه؟ برافو عليك اللي هي السيركل الدايمتر بتاعها 1 مللي اللي هي بالبلدي كده الفيز اللي هي بالبلدي كده. ما انت برضه بعينيك انت ممكن معاذ يرد عليا يقول لي ما انا دكتور مش هشوف سيكنس بعينيا يعني هشوف مساحه بعينيا. ما هي المساحه بقى انت بتقول لي مش 500 سيكنس هتعرفها بعينيك ازاي؟ طب ما هو نفس السؤال. طب وانا ال 500 الدايره دول هعرفها منين؟ يعني اشمعنى دي؟ هي يعني رافلي كده تلتين ديسك دايمتر. ما الديسك واحد ونص قال 500 تلت. برافو عليك. انما انا في الاخر كلينيكالي انا باصص على دايره اي ديما هتبقى في الدايره دي ده ما يدور اتس كلينيكالي سيجنيفيكانت. طب الدايره دي قد ايه؟ اللي هي الفاز الحته السوداء اللي ما فيهاش بلاد فيزلز اي ديما هتبقى عامله انكروشمنت عليها دي غالبا كلينيكالي سيجنيفيكانت. خلاص ما انت لازم يبقى فيه بارامترز قدامك كلينيكالي هتقارن اه طبعا الحجم بالديسك لان هو الديسك ده هو الريفرنس بتاعنا فعلا هو 1.5 مللي فهو بتقارن بيه. بس انت برضو يعني بتقول لي اديما وذين 500 او وذين 1 مللي دايمتر اللي هم ايه اللي هو دايره الفاز يعني من الاخر. خلاص هتقول لي ما في واحد الفاز بتاعته كبيره واحد الفاز صغيره وفعلا فاريبل ما بين يعني هي وزن الفاز يعني ماشي حالك كده. طيب الحاله الثانيه ايه يا معاذ الحاله الثانيه دي؟ برافو عليك. لازم في جنبها adjacent ايه retinal thickening لازم يبقى جنبها حته فيها thickened. يعني انا لو لقيت هارد اكسودات وزن 500 قريبين قوي من السنتر بس ما فيش جنبهم retinal edema it is not clinically significant. يعني مش اول ما تلاقي بوتش هارد اكسودات في السنتر يبقى خلاص ده تيست كلينيكالي سيجنيفيكانت. لا انا في حالات بشوفها دراي ماكيولا وفيها هارد اكسودات في السنتر دي مش كلينيكالي سيجنيفيكانت اديما وفعلا هي مش هتتعالج لان ده فور فولو اب وبور بروجنوزس بس لازم يبقى جنبها ايه ريتينال ثيكنينج او ان تبقى ريتينال اديما كبيره قوي 1 ديسك دايمتر اور مور واي حته منها وذن 1 ديسك دايمتر من السنتر بتاع الفوفيا. يعني لو قلنا الثلاث حالات دول بالبلدي كده يا اما انا عندي اديما صغنطوطه بس قريبه قوي يا اما اديما كبيره ومش قريبه قوي بس هي كبيره فستيل برضه كلينيكالي سيجنيفيكانت ده بالبلدي كده يعني ماشي. ده طبعا حاله اسمها فوكال ده فوكال ماكيلوباس يعني ساعات عيان يجي لك كده كل الماكيولا بتاعته دراي بس عنده حته بس فوكال اديما يعني لوكالايزد اديما كده من ليكنج انوريزم ولا حاجه وبيبقى ده شكلها. دي من احلى انواع الاديما واكثرها تحسنا مجرد ما بتعمل له ضربه ليزر فوكال ليزر تريتمنت بيتحسن.
دي بقى للاسف معظم الحالات اللي بنشوفها هنا في مصر مع العالم المصري العظيم اللي هو بتاع الهيموجلوبين اي 1 سي 47 دوت، بتلاقي معاه المنظر ده عاده ديفيوز ماكيولار ايديما كويس، وتلاقي ليكج جاي من كل حته اللي هو تخش تعمل له ليزر ما انتش عايز تضرب فين، يعني تضرب فين هنا في حاله زي دي مثلا، يعني مفيش لا انيولا انت شايف انيوريزم ولا بتاع ليكج عنيف. عشان كده الحالات دي يعني اختراع الحقن ليها كان حقيقي نقله نوعيه. يعني انا في حالات كنا متابعينها مع اساتذتنا يعني من قبل ما الموضوع الانجكشن ده يبقى يتعمل، وكنا بيتعمل لهم جريد. الجريد طبعا افكتيف وكل حاجه يعني، بس دي برضه مشاكل كتيره على الماكيولار اريا. ونفس الناس دول دلوقتي لما حصلت بقى الايرا بتاعت الحقن وكده وبداوا يتحلوا، لا حقيقي طبعا الحقن ده اختراع عظيم يعني في الناس دي، يعني اللي كان بيتعمل فيهم ده قبل كده اختراع يعني. فحقيقي الحقن في الديفيوز ماكيولار اديما دوت حاجه كويسه جدا. الجريد ليزر تريتمنت يعني مش حاجه مفضله خالص دلوقتي. ده منظر الجريد ليزر تريتمنت تمام، حاجه محترمه. دي صوره قديمه طبعا، لان احنا معظم الناس حتى الناس الحريفه قوي في الجريد بطلوا برضو وبداوا يرجعوا للحقن اسهل يعني. دي حاله ثانيه اسكيميك ماكيولوباسي، احنا كل ده في تقسيمه الكلينيكال سيجنيفيكانت ماكيولار اديما يعني. طبعا عارفين الاوبشنز في الدايبيتك ماكيولار اديما، الانتي في جيف وانتم طبعا عارفين عنه اكتر مني، بيفاسيزوماب والراني بيزوماب والافلي برسبت تمام. الانتي في جيف بقى اتعمل عليه يعني ترايلز كتير قوي. الكلام اللي انا كاتبه ده يعني لا، دلوقتي بقى في عندي البروتوكولات اللي هي الدي ار سي ار بروتوكولز معموله فروم اي تو زي، في 900 بروتوكول بقى بيتكلموا باستفاضه اكتر مني عن الموضوع ده. الترايمسيلينول اسيتونين ده برضو واحد من الاوبشنز بتاع علاج الدايبيتك ماكيولار اديما. في اهم لقطه في الترايمسيلينولون دوت ان انت تبقى عارف مخاطر الترايمسيلينولون، ان 80% من الحالات هيجي لها كاتراكت. دي اهم كلمه قبل ما تحقن كيناكورد انترافيتريال، تبقى عارف ان 80% من الحالات هيجي لهم، يعني انت لو جبت 10 حالات حقنتهم 8 منهم هيجي لهم كاتراكت. واكشوال في ناس بتقول يعني في كتب كاتبه نسب اكتر من كده، في كتب كاتبه انه 90%، في كتب كاتبه انه 100%. فتبقى عارف ان انت العين اللي هتحقنه كيناكورت انترافيتريال انت بتحكم عليه بالكاتاركت تمام. هتقولي طب بس لو سودو فيجك يبقى في بيتها بقى يعني، ما هو سودو فيجك هيجي له الثانيه بقى اللي هو هيجي له 30% من الحالات يحصل لها الليفيتد اي او بي. ال 30% دول منهم 5% هيحتاجوا انك تعمل لهم تراب. عشان كده يعني انا براكتيكالي حقيقي اخر حاجه افكر فيها خالص موضوع الترايمسيلولون، اخر حاجه تفكر فيها. لو العين كان افورد او ليه تامين او انشورنس مغطي انه يتحقن الانتي في جيف، لا خليك في الانتي في جيف. كنت تحقن الانتي في جيف مره واثنين وثلاثه وتبدل بين انواع الانتي في جيف المختلفه، ممكن تكومباين ببيريوكولار ستيرويد. البيريوكولار ستيرويد تاثيره اكتر ولا اقل من الانتروفيتريال سايد افكتس؟ اقل كتير، اقل كتير جدا من الانتروفيتريال. بس هي مش برضو مش يعني كان في ناس بيقولوا ان هي 0% سايد افكتس، لا خالص. البري اوكولار برضو ليها سايد افكتس بس اقل كتير جدا من الانترافيترال. بصي على حسب شكل الاديما، على حسب شكل الاديما. حتى لو هو سودو فيكك انا هبتدي معاه بانتي فيجيف. خلي بالك انت لو الاديما شايفه ايبي ريتنال ميمبرين والريتنال مش مرفوعه قوي، يعني انت حاسه ان الموضوع مينلي تانجنشال تراكشن وده ليه شكل معين في الوسيتي. لو ليه شايفه ان التراكشن مينلي تانجنشال من الايبي ريتنال ميمبرين اكشوالي، ولا ده ولا ده هيجيب نتيجه يعني، ولا ده هيجيب نتيجه. عايزه تجربي سنجل انجكشن من انتي في جيف مثلا في الاول؟ لا انا يعني هجرب انتي في جيف الاول، مش معنى ان سوده فكره ان انا هجو دايركتلي للترايمسول اطلاقا، هجرب انتي في جيف. وبعد الانتي في جيف برضه هعمل انتي في جيف مع بيريوكولار ستيرويد، وبرضه مش هعمل له انترافيتريال الا اخر حاجه خالص تمام. ده عشان موضوع الاي او بي، وعشان كمان انت بتضيع على العين تشانس كبيره. العين استجابته الاول انترافيتريال ترايمسيلولون او كيناكورت بتبقى عاليه جدا، بيستجيب كويس قوي. لما تيجي بقى تحقنه تاني الاستجابه بتقل جامد جدا، واحتماليه الفوفير اتروفي بتبقى اعلى بكتير. فانت بتبقى ضيعت على العيان حقنه مهمه قوي كانت ممكن تفرق معاه وانت لسه بتجرب. لا عايز تجرب، جرب بقى انتي في جيف. طب سي ان انا حقنت اول انتي في جيف ولقيت صوره الاو سي تي، ده في الحاله اللي الدكتوره داليا بتقول عليها، لقيت ان صوره الانتي في جيف في السوق في النهارده زي بعد شهر بالظبط من ما حقنت، يبقى معنى كده ان الاديما دي مين لي تانجنشال تراكشن وان ما فيهاش فاسكولار اليمنت. فهداك يبقى ملوش لازمه انك تكمل حقن، ولا الحاله دي يا اما فور فولو اب يا اما فور فيتريكتو تمام. ورأي بقى التاني السيرجيكال بعيدا عن موضوعنا، برضه ما تعمليش فيتريكتومي الا لو العين ده بيشتكي من ايه؟
من ميتامورفوبسيا. برافو عليك، يعني يكون العين سيمبتوماتيك. سيبيكي من الكلام المكتوب في الكتب، الكتب كاتبه ان انت ممكن من اول 6 12 تشتغل فيتريكتومي، 6 12 6 18 تشتغل. اكشوالي مفيش الكلام ده خالص، لان انت بتشوف نتائجك بعد كده بعد الفيتريكتومي، حتى بعد اون ايفنت الفيتريكتومي العام بيشوف كام. فما تدخلوش الا لو هو سيمبتوماتيك، يعني وفي ميتامورفوبسيا اللي انا واثق ان انا هفيده بالعمليه، ان انا هضيع له ميتامورفوبسيا. خلاص ده ريجاردنج اللي انت بتسالي عليه يعني. طيب الفيتريكتومي طبعا لو الايديما از ذا ريزلت اوف في ام تي بنعملها. دي الايديما السبب الثاني من فاسكولار كوزس هو السنتر ريتينال فين اوكلوجن. ده طبعا المنظر اللي عارفينه كلنا بتاع السنتر ريتينال فين اوكلوجن، ودي الايديما بتاعته. الايديما دي بتتعالج ازاي؟ تحب تعمل لها ايه يا معاذ؟ الايديما بتاعت السنتر ريتينال فين اوكلوجن حاله زي دي كده، او دكتوره داليا بقى نجدد يعني، تحب تعمل لها ايه ايديما زي دي؟ هو السؤال الاول، انت ايديما زي دي او حتى زي الدايبيتك القديمه اللي احنا قلناها دي، تحب تعملها فلوريسين ولا تعملها اوستي ولا اعملها الاثنين؟ انت معظم حالات الايديما معاذ بتعملها فلوريسين اكتر ولا اوستي، ولا تحب تعمل الاثنين؟ السنتر ريتينال فين او الدايبيتك شايف سيستويد ايديما يعني؟ يعني انتوا لو عندكم كلينيكال سيجنيفيكت ماكيولار ايديما تعملوا لها ايه؟ تعملوا لها ده ولا ده؟ الاثنين، تعمل الاثنين. انا لن انسى كان كنا زمان خالص يعني في من 10 سنين كده ولا 11 سنه عند دكتور هشام في المركز القديم خالص. بعدين كنا واقفين، كان في حد من الشباب السوري يعني، كان ولد ظريف جدا، كان يعني جاي فين في المكان، وكان واخد زماله مصريه. فكنا بنعمل الاو سي تي بتاعه كده، وبعدين قال لي مرحله فيها دايبيتك ماكيولار ايديما واضحه جدا وفيها سيستك سبيسز هي بالاو سي تي، ليه بقى ما نعمل للراجل ونبتدي نعالج وناخد نبتدي نشتغل بقى؟ يعني ايه لازمته نقعده والراجل بيقول لك انه بيرجع لما بياخد حقنه الفلوريسين ويخش مننا في شك يعني؟ ما خلاص بقى، ما الدنيا واضحه، ايه لازمته؟ انا حقيقي مش شايف اي قيمه خالص للفلوريسين. تمام. ف الاجابه طبعا يعني الرد عليه طبعا يعني، انتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ برافو عليك. ها وايه تاني؟ يبقى اذا احنا متفقين على الماده ان ده ليه قيمه وده ليه قيمه. الفلوريسين بيجاوب على اسئله الاو سي تي ما يقدرش يجاوب عنها، والعكس الاو سي تي بيجاوب على اسئله الفلوريسين ما كانش بيعرف يجاوب لنا عليها قبل كده. اذا الاثنين مكملين لبعض. دكتوره داليا قالت لنا واحد الايه؟ الاسكيميك ماكيلوباسي. هو العيان ده لو اسكيميك، وده كان اول رد قلناه له يعني، قلت له انت اول حاجه وانت لو العيان ده عنده اسكيميك ماكيلوباسي الاو سي تي هيجاوب لك على السؤال ده؟ راح سكت. قلت له طب وحاجه ثانيه؟ ايه الحاجه الثانيه؟ لا انا بتكلم ايه 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 مشكله البريفرال اسكيميا؟ يكون مثلا ده هيفرق معايا في ايه يا معاذ؟ خلي بالك الدايبيتك ريتروباسي ليه شقين، شق بتاع الماكيولار ايديما والشق بتاع النيو فاسكولاريزيشن اللي هو بتاع الستيجنج. تمام. انا ممكن واحد يبقى عنده ان في ايز واخد بالك وبي دي ار وشايف 6 6 شايف 6 6 شارب. ليه؟ اصل الماكيولا بتاعته هيلثي مش اسكيميك. لا ما بتكلمش عن اهميه الفلوريسين في الدايبيتك ريتروباسي، انا بتكلم في الماكيولا ايديما تحديدا، ما تاخدنيش في حته ثانيه. لا هو ليه اهميات ثانيه كتيره ريجاردنج دايبيتك ريتروباسي ان جنرال، انا بكلمك في الماكيولا ايديما تحديدا. برافو عليك. يبقى هاي جايد التريتمنت هو ده. معاذ بيقول لك انا هشوف فين الليك مايكروليزر عشان ما اخش اعمل له فوكال ليزر تريتمنت ابقى عارف هضرب فين. انا هي ما كنتش بشتغل فوكال ليزر تريتمنت، وحتى دلوقتي يعني من قبل حتى الانتي فيجيت دمات انا كنت بجيب ورقه الفلوريسين معايا احطها جنب العيان، انا من النوع اللي بينسى، بروح حاطط الورقه جنب العيان على الترابيزه وانا بضرب، وبعدين ابص ابر تمبرال وابص واطبق اللي في الصوره باللي انا شايفه عشان عارف انا هضرب فين. فاذا الفلوريسين بيديني حاجتين الاو سي تي ما يقدرش يجاوب لي عليهم، ان هم الاسكيميك ماكيولوباسي وان هاي جايد التريتمنت، هيوريني فين الليكنج انيوريزمز. الاو سي تي هيجاوب ثلاث اسئله الفلوريسين ما كانش بيعرف يجاوبهم، اللي هم انا عندي سيكنس قد ايه، لان السيكنس ده هيفيدني في الفولو اب، هيقول لي اذا كان في سيستك سبيسز فور شور ولا لا. وبعد كده هيجاوب لي على سؤال ثالث خطير جدا، وحقيقي هو ده اللي نقل الاو سي تي في حته ثانيه او نقل الماكيولوباسي في حته ثانيه، اللي هو بتاع ايه بقى؟ ما هو البروجنوزس احنا عرفنا انها تابع للسيكنس. لا بقول لهم ان احنا الفلوريسين والاو سي تي الاثنين بيكملوا بعض، فقلنا اهميه الفلوريسين ده ما اقدرش استغنى عنه، لان الاسكيميك ماكيلوباسي الاو سي تي ما بيجاوبنيش عنه، الليكنج انيوريزمس اللي هي الجايد تريتمنت برضه الاو سي تي ما بيجاوبنيش عنه. طيب الاو سي تي برضه مهم انه بيجاوبني على الاسئله الفلوريسين ما بيجاوبنيش عنها،
قلنا السيستيك سبيسز بتبان احسن في الاو سي تي. الثيكنس which is very important في ان الفولو اب بالظبط، ما هو اللي بيعتمد عليه الفولو اب. هم قالوا النقطه دي ان انا هتابع بالثيكنس، انا العين كان 400 بقى 300 بقى 270 فالعين بيتحسن، فخلاص ده الفولو اب. الحاجه بقى اللي نقلت الاو سي تي ايه كمان؟ الفيترو ماكيولار انترفيس. ان انا بقيت اعرف ايفالويت الفيترو ماكيولار انترفيس في حالات الماكيولار اديما. تمام، هي دي حقيقه النقله او الايرا الحقيقيه للاو سي تي. ان انت كان بيجي لك حاله فلوريسين زي الفل، تحس ان الفندس نورمال، تيجي تعمل له او سي تي تلاقي ان عنده في ام تي ابن لذينه. ايه يا عم ده كان فين؟ ده كان موجود فين دوت؟ لان انا ما كانش عندي البعد الثالث دوت في الفلوريسين او في الكالر فود. انما الاو سي تي قصه انه بيفاليويت الفيترو ماكيولار انترفيس هي دي حقيقه الاضافه الكبيره للاو سي تي. وده هيرجعنا للتقسيمه اللي قلناها، العيان عنده في ام تي ولا ما عندوش في ام تي. لو عنده في ام تي انا تفكيري ممكن يروح ناحيه جراحه او الفولو اب، لو في ام تي برضه ممكن يفك لوحده. تمام، طيب العيان بقى بتاع السيرفو ده هتعمل له ايه؟ نرجع تاني لسؤالنا يا معاذ، هتعمل له ايه؟ بالظبط، ما بتعملوش ليزر؟ ليه؟ لا بيتكلم ريجاردنج الماكل، قصده جريد، بقول له على الجريد ليزر تريتمنت. ايه الستادس دي؟ دي حاجه قديمه ولا حاجه جديده؟ طيب بص، يبقى انت دلوقتي خلينا عشان ما ننتهش بس ونخش في ستادس. احنا دلوقتي الماكيولار اديما بتاع السنتر ريتنا فيديو كلوجن هنحقنها، خلاص هنحقن مره واثنين وثلاثه لحد ما تتحسن، وفي حالات بتتحسن من اول خالص. مش هنعمل ليزر ليه؟ احنا حقيقي السنتر السيرفو ستادي هي اكتر ستادي اتكلمت لنا عن الموضوع دوت. السيرفو ستادي دي كانت قديمه خالص واتعمل لها موديفيكيشن اللي هو الاستادي المعاذ بيقول عليها لما الحقن بدا يخش، خلاص اتعمل لها ابجريد. يعني من الاخر انت الحاله دي ما بتستجبش، العين ما بتحسنش، خلاص. ولقوا في الاستادي دي، الاستادي دي كانت ماس ستادي مالتي سنتر ستادي، وعملت ايفالويشن لعدد كبير قوي من الحالات، لو حتى الحالات اللي السكنس فيها قل ما تحسنتش ريجاردنج الفيجوال اكيوتي، فقال لك خلاص يبقى انا بضيع على العيان فرصه بديله سايد افكتس وزود اني فيجوال اوت كام او زود اني فيسيولوجيكال امبروفمنت، فبلاش ليزر. يبقى الحاجه اللي نطلع بيها ان انا سيرفو انتي فيجيف، خلاص. هل الكلام ده ينطبق على ماكرا القديمه بتاعت البي ار في او؟ العيان ده عنده بي ار في او وعنده سيستويد ماكرا القديم، هو ابر تمبرا بي ار في او، هل ينطبق عليه نفس الكلام ولا ممكن اجرب معاه ليزر؟ برضه نفس الكلام، انا عندي حاجه اسمها البي ار في او ستادي طلعت برضه في التسعينات مع السيرفو ستادي واتعمل لها موديفيكيشن برضه حديثه. هل نفس الكلام كان بيتقال على البي ار في او؟ لا، البي ار في او بقى ممكن الليزر يكون اوبشن، ممكن الليزر يكون اوبشن. زمان قبل الحقن ما تطلع كانت البي ار في او ستادي تقول لك ايه؟ والله هنتابع العيان دوت. انت برضه السؤال هتقول لي طب والسيرفو كانوا بيعملوا له ايه؟ ما كانوش بيعملوا له حاجه، جاست فولو اب زمان خالص لحد ما يخف لوحده. لما طلعت الاستادي دي وقالت لك بلاش ليزر، وما كانش فيه، هو يا ليزر وما كانش فيه حق. طيب البي ار في او بقى، لا البي ار في او قالت لك لا احنا هنفولو اب العيان ده 3 شهور، لو ما تحسنش ممكن اعمل له ليزر بس بشروط ان يكون العيان ده نظره 6 12 او اقل، يعني العيان ابو 6 6 و6 9 ده ما تلمسوش، كويس، وان يكون العيان ما عندوش اسكيميا. هم زمان كانوا بيعتقدوا ان الاسكيميا الليزر كونترا انديكيتد، هو حقيقي مش كونترا انديكيتد، هو بس هيكاري بور بروجنوزس، ان حتى لو الاديما اتحسنت العيان مش شايف. فكان يقول لك وما يكونش عنده اسكيميا ويكون بقاله بقى بيرزيستنت، وعرفوا كلمه بيرزيستنت دي يكون بقاله 3 شهور. طيب ايه الموديفيكيشن اللي اتعمل لما الحقن طلعت؟ ان انا بقيت الثلاث شهور اللي كنت بقعد فيهم ساكت دول بقيت احقنه، والدكاتره ايه بياكلوا عيش، قال بقى رزق الاستادس دي رزق، فانت بقيت بدل ما انت بتفولو اب بقيت تحقن، واخد بالك، تحقنه مره واثنين وثلاثه، وتحقنه مره للاسف ليه اتحسن تزعل يعني يفرح وانت تزعل. حقيقي بي ار في او من الحالات اللي هي دراماتيك ريليف، يعني العيان اللي تحقنه مره وتلاقيه خف بسرعه قوي كده. ساعات بيبقى عيان دايابيتك وعنده لونج هيستوري اوف دايابيتس بس جاله بي ار في او، يعني عندي حالات كتيره جدا بهذا الشكل، تحقنه حقنه تلاقيه حصل له دراماتيك ريليف. دي مش دايابيتك ماكلا قديمة، دي ديما بتاعت البي ار في او، هي دي اللي بيحصل لها دراماتيك ريليف، يرجع دراي تماما. عايز اقول لك في حاله عندي لسه عامله او سي تي
الحالة دي كان CRVO مش سيمي الحمد لله CRVO. الراجل هو قرر وحده انه يعمل مشهد التعليم محمد بعدين يومين بالظبط يعني كانت حوالي 600 وشوية completely dry يومين. انا الريكورد بتاعي يعني الدكتور كمان بيضيف لنا حاجه حلوه بيقول لك بعد يومين وبقت كومبليتلي دراي. انا اقل حاجه شفتها كانت 3 ايام حقيقي. انا كان عيالنا نفس الكلام كان مهندس اذا عيال تمام طبعا عشان ياخد باله جدا واخد باله ده بيقول لي في نفس اليوم بالليل يعني الماكله دي كانت 600 وبعديها بيومين بقت دراي بعديها ده هو بيقول لي خلي بالكم ان هو الراجل ذكي هو الراجل لقى نفسه كلينيكال يتحسن فراح يعمل او سي تي من ورا الدكتور ان هو المهندسين دول مشكله على فكره دايما المهندسين بالذات هم بيبقى عندهم كونفيدنس ان هم حقيقه ذكيه جدا يعني فهو بيبقى دماغه شغاله انت عندك معلومات طبيه بس انا دماغي شغاله فراح عمل او سي تي من وراه يعني فلقى نفسه فعلا يتحسن لان يعني الانفستيجيشن ماشي مع اللي هو فكر فيه. كان ساعتها يعني هو كان وعلى فكره مش تفرق خالص ثلاثة زي بعض يعني خلاصة الخناقة دي ثلاثة زي بعض زي ما الخطر بيقول كده هو فعلا دراماتيك افكت فظيع بص كومبليتلي دراي فده حاجة فاسكولار ايليمنت لما تشوفي حاجة كده زي فاسكولار ايليمنت. انا الريكورد بتاعتي كانت ثلاثة ايام اي 3 ايام نفس الحكايه اللي كمان بحكي دي بالملي عيان برضه جه وبتاع بس هو اللي قال لي انا عايز اعمل او سي تي. قال يا دكتور انا من بعد ثالث يوم انا كل حاجه اتحسنت الميتامورفوبس اختفت البوزيتيف سكوتوما اختفت فانا عايز اعمل او سي تي. قلت له ما هعمل انا قلت العب بقى هو الراجل عايز يعمل اعمل حقيقي كومبليتلي دراي. الحاجه الثانيه بقى كان عيانه نفس برضه تاكيدا على الكلام ده عيانه عندها ماينور برانش فين اوكلوجن والله ما كانش ماينور قوي يعني كان برانش صريح بس هو عاملها سيستويد دي صغنطوطه خالص تمام سنترال تو بارا سنترال كده وشايفه 0.8 وخالد واحد زميلي دكتور بس هو دكتور رمض بس هو مسافر فبعتها لي يعني درايفر الحاله دي تحنوها ولا تحنوهاش خلينا نشوف 0.8 انا بقول لك 0.8 برنش اه انا معاك انا مع الراي ده طبعا يعني رأي ده لما دورت طبعا يعني مش رأي يعني بعد ما دورت في الموضوع لقيت ان الحالات دي انا حقيقي ما كانش عندي المعلومه وفكرت زي ما دكتور كريمان بيقول كده وبنتيت انا المسها ليه وست كونزرفتيف وصعبه جدا هي جايه عشان صاحبي بعتها بس هي جايه مش عايز تحكي. انا على فكره شايفه كويس خلي بالك انا شايفه كويس انا على فكره مش فارق معايا الموضوع ده خالص اللي هو يعني ايه انا جايه لك تشوفني انما ما تمدش ايدك في حاجه يعني كل الظروف بتقول ان هي كده. قلت لها والله خلينا نفولو اب كده وبتاع مش عارف ايه واشوفك كمان اسبوع ونعيد الاو سي تي. عملت لها بعد اسبوع او اتنين عملت لها او سي تي هو نفس المنظر بالظبط وده كان غلطه مني حقيقي يعني انا الصح كنت اتصرفت زي ما معاذ بيقول اديما مع بي ار في او فور انجكشن ما هو الفيجن كويس بس هل انت ضامنه انه هيفضل كويس؟ انت خايف من ايه؟ انا دلوقتي لما احقن اديما فوتو ريسبتورز متعرضه لاديما يوم غير يومين هي نفس الفكره بتاعت طبعا ده يعني بغض النظر عن المقارنه بالعكس انا متوقع كمان ان هو بتاع الدايابيتس دايابيتك في الدي اس ار بتاعت الدكتور دي كانوا قالوا ان هو الفيجن احسن من 0.8 او بوينت احسن من 0.8 ما تحقنش فبالعكس لان الدايابيتس مور لايبل للكوليستي مور لايبل للدامج مور لايبل للاسكيميا مش عارف طبعا انت الحاله دي عارف بص الحاله دي يعني بص هو غير ان انا دورت كلمت دكتور نقاش قال لي نو واي تتحايل لازم تتحايل واخد بالك فانا قلت والله ماشي الراجل معاه يعني معانا سبورت قوي اكيد مش بينطق من كده اي كلام ف دورت فعلا في الموضوع واخد بالك هو الدكتور كمان لفت النظر لنقطه ظريفه جدا ان بروتوكول في فعلا في الدي ار سي ار قالوا كده ان انت العيان اللي هو نظره كويس تمام بس بشرط يكون الفيجن فيه كويس بس بشرط ان الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه يكون نورمال هو مش هيتحسن الا لو الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه نورمال يعني ما تجيش عيان شايف 6 9 والهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 10 وتقول لي انا هسيبه فور فولو اب يا حبيبي ما هيديتريوريت كده كده ما هو فلازم يكون الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه يبقى كويس ده الكلام بتاع بروتوكول في الدي ار سي ار ف يعني هو وجهه نظر معتبره طب ما هنا اديما وليه اصبر عليها و و و و حقيقه هي كلها فاينكس نفس فكره بس انا ما عنديش ايفيدنس يعني انت
هل انت في ما انا بقول لك هي نفس فكره السي ار في او والبي ار في او. ليه هنا ممنوع الليزر وهنا اعمل الليزر؟ والله هم عملوا استادي هنا وهنا عملوا استادي فلقوا ان ده ما بيتحسنش بالليزر انما ده بيتحسن بالليزر فاقرروا الليزر هنا. هنا نفس الكلام، انت مفيش حاجه بتقول لك تعمل وفي حاجه تقول لك ما تعملش. فانا قلت امسك العصايه بالنص حقيقي وسبت الست دي شهر وعدت لها الاو سي تي، هو كوبي بيست من الحاله. فانا يعني كل اللي انا عرضته ليها ان انا سبتها بماكيولار اديما لمده شهر. ثيوريتيكلي انت عرضتها مور دامج للفوتوريسبتورز في الشهر ده وممكن تهيل بشويه فايبروزس، يعني ممكن تهيل وتسيب لك شويه فايبروزس. طب انا كنت هخسر ايه لو حقنت؟ وفعلا ده اللي حصل، رحت جاي حقنها والست بقى ما كانتش مقتنعه خالص حقيقي. يعني قلت لها والله بس انت انديكيتد حق، مش عايزه براحتك انا حقيقي، يعني مش عايزه اعمل لها بوش من ناحيه الحق اللي هي مش عايزه. قالت لي طب خلاص ماشي وبتاع. جت اتحقنت لقيتها بتتصل بيا برده بعد 3 ايام، بس دي ما عملتلهاش او سي تي بقى، بعد 3 ايام تقول لي على فكره انا اتحسنت. قلت لها انت عرفت منين؟ احنا بنجر 3 ايام حقنين. قالت لي انا اتحسنت قوي كمان ولما اجي لك هتلاقيني بقيت كويس قوي. ست ذكيه جدا برده، هي مفوقصه على حاجه في البيت وكان عندها بوستر سكتوم وشويه بليرين شافتها قالت لك انا اتحسنت. جت لي بعد كده الزياره بعد اسبوع شايفه 1 تمام، الزياره اللي بعديها 1.2 رجع زي ما كانت. فانا اصلا انت ليه تحرمها من ده؟ جات لي بقى حاله ثانيه لسه جايه حالا من 3 4 ايام، لو جت سنترال ديما مظبوطه وشايفه 0.7 بي ار فيو دخلتها تحت خلاص. انت يعني فهي دي المسج بصراحه، احقنه من الاول ما تضيعش عليه فرصه ان هو فاسكولار اليمنت بيبقى دراماتيكالي ليفت، فاديله الحقنه وخلاص. مثلا بس انا الفكره ايه بعرضه هي هم المقارنه بس الريسك بتاع الانجكشن ده مفيش فرق بين. بص هو دي معمول فيها ستادي في الـ في الدي ار سي ار، فانا معاك فيها خلاص، يعني هتبقى وجهه نظر معتبره. لا 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 لا, 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 لا مفيش ايفيدنس بيس ده، انا بقول لك انا ذيس ماي اون اكسبيرينس يعني. ماي اون اكسبيرينس برضه فعلا. لو انت عيان انا الست يعني على حسب العيان. الست دي مش هقدر اقنعها اصلا انها تحي من اول مره وهي شايفه كل حاجه وهي مش عايزه تحي. بتقول لي ما انا شايفه، كل ما اقول لها ما انا شايفه هو انا خلاص بلاش خلينا نفولو اب. ان انا خليتها تفولو اب واديتها الاختيار حقيقي ان مفيش حاجه ايفيدنس بيس دي يعني. بس انا لما جدا وده هيخليك يجرأك يعني ان انت لما تيجي حاله بعد كده لا احقنها من البدايه حقيقيه. طيب السؤال بقى اللي بعد كده، الحاله ده هي الحاله دي كانت ولد حالي جات لي في المعهد بالظبط، يعني جات لي في الجفرمنتال هوسبيتال يعني الحاله دي بالملي. ده ولد عنده 30 سنه وده منظره، الولد يعني كان عنده رينال فيلير وعنده سيستميك هايبرتنشن عالي جدا، وده كان منظره زي ما انتم شايفين اللي هو الماكلر ستار والمنظر بقى بتاع الهايبرتنسيف ريتينوس في عينين الاثنين بالمنظر ده. الواد ده تعمل له ايه؟ برافو عليك، بس انا مش عايز غير كده. هي الحاله دي جات لي مثلا من 7-8 سنين الولد ده، وقعدت الف بقى وادور يمين وشمال ايه اللي ممكن يتعمل له، لان هو فكره ان انا ماشيه اقول له والله لا انت ما عندكش حاجه في عينيك والواد جاي مش شايف، الواد كان كاونتنج فينجر في عينين الاثنين، وتقول له لا امشي وخلاص كانت صعبه قوي. يعني قعدت ادور في كتب كتير وكلمت اساتذه كتير من اساتذتنا يعني، اللي قال لي عالجه زي درف انجاز واللي قال لي مش عارف ايه، بس اكشولي هو العلاج زي ما معاذ بيقول هو جاست كنترول الهايبرتنشن، مفيش اكتر من كده. العلاج ده بس يظبط لحد ما راح في الايديشن اللي بعديها، كان اخر ايديشن في الامريكان اكاديمي كان اخر سنه فيه في السنه دي، وراح الايديشن الجديد نازل فجيت ابص فيه لقيت الحاله نازله تيبيكال والله، يعني كانه بيحكي عن الحاله اللي جات لي بالظبط. يعني ان الولد شايف 66 وان هو ولد برضو شاب صغير نفس الحكايه بالظبط، يعني وانه ده منظره وده منظره 10 اسابيع بعد ما ظبط الضغط بتاعه. الولد حصل له دراماتيك ريليف كل حاجه، بصوا المنظر ده واحد بني ادم تاني خالص، الديسك دراي والماكيلا دراي كل والهيموراجيز ابزوربت كل حاجه جاست بالكنترول في الهايبر تنشن، ما تقعدش تديسجن البارك هو جاست كنترول في الهايبر تنشن از انف. طيب الانفلاماتوري ديما كان ليها اسباب كتير جدا، انترميديت اوفيتس حاجات كتيره جدا. طبعا علاج الانفلاماتوري ديما لو انت جات لك سيستوليك ماكلر ديما سببها انفلاميشن لازم كنترول الانفلاميشن، يعني تعالجها كحاله اوفيتس والاسوشيتد ديما هتروح خلاص بالبروتوكولز بتاع الاوفيتس بقى اللي هو العلاج الرئيسي اللي هو ستيرويدز خلاص. طيب البوست كاتراكت او الايرفينجاز ده منظرها ايه؟ اهم حاجه بتميزها هي سيستوليك ديما عاديه فيها البيتالويد ابيرنس بس يزيد عليه في الفلورسين يا معاذ.
الهوت ديسك المنظر ده مهم جدا. الريسك فاكتورز طبعا اللي عارفينها يعني العيان اللي بيبقى عرضه اكتر من غيره يجيله ايرفين جاز ويكون حصل له اوبريتيف كومبليكيشن، يعني العيان الفاترس او محطوط له انتيريو تشيمبر اي او ال، عيان عنده السكر اصلا، لان هو اصلا بيبقى عنده تو اليمنتس، يعني الاليمنت بتاع السكر والاليمنت بتاع البوست الانفلاميشن يعني، او ان العين الثانيه يكون فيها سيستويد ماكيولار ايديما. عاده مهم قوي السؤال ده بيجي في الام سي كيو نور هاند، اللي هو امتى بتيجي الحاله، امتى يجي العيان ايرفين جاز؟ من 6 ل 10 ويكس بوست اوبريتيف. يعني انت لما يجي لك عيان بعد اسبوع مش شايف او بعد اسبوعين ما تفكرش قوي انه ايرفين جاز، لان ايرفين جاز عاده بتبتدي بعد 6 اسابيع من العمليه. طب ممكن عيان بعد سنه ويبقى عنده ايرفين جاز او وانز ليه؟ شفتها يعني ليه؟ برافو عليك، هي موجوده. لا هي موجوده، ايه تفسيرها؟ ان هو العيان جاله في الوقت ده بعد 6 اسابيع ما خفش، فهو جاي لك بعد سنه من العمليه وعنده الايديما، فما تتخضش يعني ما تتخضش لما تشوفها. بقى له سنه عامل كاتراكت وجاي لي بعد سنه ونص عنده ايرفين جاز. لسه كان حد من الناس يعني اساتذتنا بتوع الشبكيه امبارح بيحكي، بقى له سنه ونص دكتور مجدي موسى يعني. بيحكي على ان يعني كنا امبارح في المؤتمر بتاع سوهاج ده، فبيقول بقى له سنه ونص وعنده ايرفين جاز، مع ان الايرفين جاز موصوفه انها بتيجي من 6 ل 10 اسابيع بعد العمليه. طب ماشي، هو نوت هي جات له بعد 6 اسابيع وفضلت قاعده ما خفتش، هي بيرزيستنت رخمه ما بتروحش. ماشي، الحاجه اللي بعد كده، طب علاج الايرفين جاز. ماشي، هناخد ريست نص دقيقه بس. ماشي، تقريبا نص دقيقه بس. طيب يبقى ده منظر اللي احنا عارفينه بتاع الايرفين جاز. تعالج الايرفين جاز لو انت عندك اندرلاين كوز، يعني فيتروس باند في الاي سي، ممكن تعمل لها ياك ليزر فيتروليسيس او انتيريو فيتريكتوم. لو انت عندك سبب بيفسر الايديما لازم تعالج السبب، ما تحطش وشك يعني راسك في التراب ان انت دي ايرفين جاز وانا عملت اللي عليا. لو انت عندك فيتروس باند طالعه من البوند او كده لازم تعالجها. لو مفيش بقى ايدنتيفايبل كوز، ممكن ساعتها نستخدم الاسيتازولامايد. الاسيتازولامايد ده من اكتر الحاجات الافكتيف في علاج الايرفين جاز، الايرفين جاز سندروم. تمام، وبيستخدم في ايه كمان؟ حد عنده فكره؟ بروف روتينايتس بيجمنتوز. وايه كمان ثالثه بقى؟ هما ثلاث حاجات. لا كان ريجاردنج السيستويد ماكيولار ايديما، وطبعا علاج للجلوكوما يعني. هو بيستخدم في ثلاث انواع من الماكيولار ايديما، في الايرفين جاز هو ده المين لاين اوف تريتمنت، في الريتينايتس بيجمنتوزا هو المين لاين اوف تريتمنت ومعمول عليه ستادز كتيره جدا سواء دي سيستميك او توبيكال.
لا في الانترميديت اوف يوردز، دي التالتة في الانترميديت اوف يوردز. طيب هو الكلام ده مش براكتيكال، هو بس عشان الام سي كيوز يعني. طيب ايه تاني ممكن استخدم توبيكال نون ستيرويدال زي الكيتورلاك 0.5% اللي اسمها ايه الكيتورلاك دي؟ لا النيفاناك دي الماده الاكتف فيها اسمها نيبا فيناك، نيبا فيناك اللي هي نيفكسال او نيفاناك يعني. انما الكيتورلاك دي ليها قطره ايه؟ قطره اسمها الاكولار او الايكولار كويس؟ موجوده في الماركت يعني، بس هي النيفاناك يعني معمولها بروموشن اقوى فهتلاقيها هي ده. انما كانت الكيتورلاك هي الوحيده اللي دوكيومنتد في التكست بوك اللي هي قطره الايكولار يعني. النيفاناك معمول عليها ستادي برضو يعني، هم الجماعه بتوع الكون عاملين عليها ستادي برضو. وتدي معاها توبيكال ستيرويدز لو ما بتحسنش ممكن تدي بيري اوكلر، ما بتحسنش تدي تراي امسيلول. وفيتريكتومي هو اخر حاجه تعملها لو العيان يعني مش بيستجيب لاي حاجه. ممكن العيان يجي له ماكيولار اديما مش بس بعد قلنا الكاتاراكت، ممكن يجي له بعد الياج او بعد اي انتر اوكلر سيرجري. طيب هل ممكن تبقى دراج انديوسد ماكيولار اديما؟ افتر توبيكال لاتانو بروست اللي اتفقنا اللي هو الزلاتان، الزلاتان من الحاجات اللي بتعمل سيستوليك ماكيولار اديما عشان كده تراجع استخدامها خالص. دلوقتي الترافو بروست والبيماتو بروست اللي هي اللوميجان يعني. والتوبيكال ادرينالين تمام؟ التوبيكال ادرينالين طبعا ماشي يستخدم دلوقتي، وكانوا زمان بيستخدموه في علاج ايه؟ موجودة في كتب يعني، انتوا تقرتوها يعني، يعني مش حاجة تشالت من الكتب، هما يعني بس موجودة في كل التكست اللي انتوا مذاكروا منها. كانوا يستخدموه في علاج الجلوكوما عشان كده ببص لنورهان، عشان هي كل ما اقول لها حاجة النهاردة تقول لي الجلوكوما، هي أصلا بتنام بس هي بتصحى تقول لي جلوكوما وتنام تاني. أنا عشان كده بصيت لك مستني تقول لي في الجلوكوما. في التوبيكال ادرينالين كانوا بيستخدموه في كل انواع الجلوكوما سواء الاوبن انجل او الانجل كلوجر، بيستخدموا التوبيكال ادرينالين يعني. بس طبعا دلوقتي بقى يعني اوبسوليت لان هو لقوا انه ليه مشاكل كتيره يعني، مشاكل سيستميك في العينين اللي هم الكاردياك والهايبرتنسيف، ومشاكل برضه في مشاكل على الابيثيليوم، مشاكل على الكورنيا فعلا اللي هو توكسيك للكورنيا، مشاكل على الماكيولا اديما انه بيعمل ماكيولا اديما حقيقي. انت حتى في دايما انا اقول للناس وانت شغال لما تيجي تحط ادرينالين على المحلول او تعمل او تحقن ادرينالين انترا كامبر زي ما انت في كده راح حاطط لوكش لو حاقن اقول ادرينالين في الاي سي كمان، حقيقي انت الحلقه توسع وهتخلص في ساعتها، بس انت برضه راجل هتاذي بعد كده، هو ده يعني سودو فيكك ده ما فطرستوش وسبته فيكك، فساعتها التاثر هيبقى اكتر لان كميه الادرينالين اللي هتعدي ورا كتيره هيجيله سيستويد قديمة. فانت يعني ما تستسهلش موضوع الادرينالين ده في وانت حتى بتعمل في ايكو، هيهيز لك القرنية وفي نفس الوقت هيعمل لك سيستويد قديمة، فيعني استخدمه في اضيق الحدود دي. طبعا علاجه انك توقف الدواء الامور بتتحسن. ماكيولار اديما وذ ريتينال ديستروفيز اللي هو الريتينايتس بيجمنتوزا سيستويد ماكيولار اديما بتريسبوند كم واحد السيستوليك ماكيولار اديما بتريسبوند للسيستميك كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز. حقيقي الماكيولار اديما اللي مع ريتينال ديستروفيز يعني انت يجي لك عيان عنده ريتينايتس بيجمنتوزا وسيستوليك ماكيولار اديما، الحاجه الوحيده اللي دوكيومنتد هي السيداميكس، هي السيداميكس اللي هو الاسيتازولاميد اللي هو السيستميك كاربونيك انهيدريز انهيبيتور اللي هو الاسيتازولاميد يعني. الحاجه الوحيده اللي اتعمل عليها ستاديز، انتوا عارفين طبعا الاسيتازولاميد او الكربونيك انهيدريز السيستميك ليها مشاكل صح؟ مشاكل زي ايه؟ بص الهايبوكاليميا هي اللي بتعمل يعني من الحاجات، هي فيري مينيمال هايبوكاليميا على فكره، وهي ليها سبب في الباراسيزيا، فالهايبوكاليميا مش بيج ايشو. الهايبوكاليميا هي حاجه خطيره يعني، انت لو لان انتوا عارفين ان البوتاسيوم ده الليفل بتاعه في الدم اصلا قليل يعني من 3.5 ل 5.5 عالي او وطي العام بيتدهول يعني من الحاجات، بس هي حقيقي ما بتعملش الهايبوكاليميا العنيفة قوي اللي انتم متخيلينها. وفكرة ان انا ادي العيان سلو كي روتين لي على اساس ما بقاش فيه سلو كي عموما، ما بقاش موجود يعني نويز. ادي له موز؟ حلو ماشي ادي له موز يا عم مش مشكلة يعني، ادي له اي حاجة ناتشورال. انما فكرة ان انا العب في البوتاسيوم وانا دكتور رمض انا ضد ده تماما، احنا اتعودنا على ده طول عمرنا. ان انا سيدا ميكس ومعاه سلو كي ثلاث مرات. يعني بعد ما يعني الواحد بدا يشوف يقعد مع زمايله بتوع البطن والقلب وبتاع يعني، لا اللي احنا بنعمله ده تهريج البوتاسيوم ده هو الرينج بتاعه صغنطوط خالص، ما تلعبش فيه لا بزياده ولا بنقصان، ادي له موز زي ما انت بتقول مش هيخسر يعني، ما هو يعني هيفيده في اي حاجه عموما.
هيفيدوا في حياته في ذكائه وبتعمل لو ما فادوش في البوتاسيوم ده المهم يعني مش هيخسر انما تلعبش بقى بسلوكي ومش سلوكي وبتاع خلاص الا لو عيل بقى ماشي عليه بقى له فتره طويله قوي سنين اللي هو اللونج تيرم يوز ده وانت اساسا مش هتمشي حد لونج تيرم الا لو انت واحد رامي طبته اصلا يعني غالبا هيكون حاله تيرمينال فمش فارقه يعني. طيب ان شكله ايه تاني في الهايبوكاليميا سيدا ميكس يعني سيبك من الهايبوكاليميا دي حتى تلاقي في كتب كتير مش مكتوبه يعني في الامريكان اكاديمي مش بيتكلم عن الهايبوكاليميا في كانسكي مش بيتكلم عن الهايبوكاليميا تمام بيجيله باراسيزيا الباراسيزيا دي طبعا اللي هو تنميل في ايديه ورجليه ودي حاجه يونيفرسال يعني يونيفرسال يعني يعني لازم تحصل لو ما حصلتش اعرف ان العيال ما بياخدش الدواء واخد بالك ايه تاني ايه ايه ده فين الكلام ده لا يعني الميتاليك تيست ده لا بيجي له حاجات خطيره يعني لازم نخش الميتاليك تيست ما يستحمل يا عم اشرب ميه زياده اشرب يزود ميه او يشرب معاه عصير موز مش هيخليه يحس بالميتاليك ده ياكل موز زياده يعني مشاكل السيداميكس يا جماعه رينال برافو عليك اذا انا عندي حاجات بسيطه زي الباراسيزيا دي استحملها مش مشكله يعني يقول لك انا منمل منه معلش تعالى على نفسك استحمل التنميل شويه انما ما يجيله رينال ستونز بيبقى عرضه ان يجيله رينال ستونز فعلا بيجيله حصوات في الكلى وايه تاني الكلام ده مهم قوي دي حياه انت تلاقيكم بتكتبوا سيدميكس بهستيريا في الحياه لا وانت لازم تبقى عارف يعني تبقى عارف امتى توقفه وتبقى عارف ايه مخاطره وليه ما بيمشيش العيان عليه فتره طويله ليه هو مش سيوتابل فور لونج تيرم يوز هو ما ينفعش تستخدمه فتره طويله انه بيعمل لي ثلاث كوارث منهم اللي ده اللي قريت عليه دوت اللي هو رينال ستونز بيعمل حاجه اسمها بلاد ديسكريزيس حاجات يعني بيعمل حاجه شبه هايبوبلاستيك انيميا كده يقلل البون مارو ان البون مارو يفورم ار بي سيز واي بي سيز بليتليتس حاجه شبه يعني اعراض مشابهه للوكيميا اللي هي ديسكريزيس كوارث يعني في البلاد عايزين بالكم فالعيان ممكن يموت في حالات بيحصل لها بتموت من البلاد ديسكريزيس دي حاجه ثالثه في الجماعه اللي هم عندهم الرجيك للسلفه انتوا عارفين ان الاسيتازولامايد ده سبستيتيوت من السلفه صح فلو عيان عنده اصلا الرجي بالسلفه ممكن يحصل له ايه لو ستيفن جونسون يعني يجيله ستيفن جونسون سندروم فالدواء ده خطير لان انت عندك ثلاث كوارث ممكن يعملهم لك ممكن يجيب لك رينال ستونز ممكن يعمل لك ستيفن جونسون سندروم او حاجه من البلاد ديسكريزيس اللي هي تنتهي بوفاه تمام فلازم تبقى فاهم الدواء ده ان هو مش سيوتبل فور لونج تيرم يوز طبعا مش هيحصل لما امشي العيان عليه اسبوعين ثلاثه شهر انما مع اللونج تيرم يوز او ان انا استخدمه لسنوات طويله ممكن يعمل لي مشاكل دي تمام الحاجات بقى البسيطه اللي بيعملها زي ما انت بتقول زي المعاذ بيعمل لي ساعه في الدايب ده شكل ده قرص بيضايقني بيمرر لي بقي اصل بيدوب على ما بجيب كوبايه الميه فبيحصل لي ميتاليك سنسيت كل ده بسيط بيعمل ساعات حاجات جي اي تي ديستربنس بيعمل جي اي تي ديستربنس عنده دايريه مش عارف ايه بتاع بالظبط كده بيحصل له شويه حاجه اسمها ماليز كومبلكس دي انا بشوفها كتير مع عيانين يقول لي انا هندان قوي بعد ما خدوا الانتر كور يعني بيحصل له نقص في الليبيدو يقول لك انا تعبان مصدع وبتاع في كتير قوي الشباب هتلاقيه بيشتكوا منه قوي يقول لك لا دكتور ما يعني مش مبسوط يعني ليه مشاكل يعني حلو قوي التوبيكال بقى تاني حاجه اتعمل عليها ستادي انا بقول لك اللي اتعمل عليه ستاديز في علاج الريتينايتس بيجمنتوزا هو السيستميك اسيتازولامايد اللي هو السيستميك كربونيك انهيدريز انهيبيتور يعني ده اللي اتعمل عليه ستادي وده الموست افكتيف قال لك لو العيان بقى كانوت توليريتنج السيستميك حصل له بقى مشكله من المشاكل اللي انا بقولها لكم دي اللي هي المشاكل الثلاثه هما ثلاث حاجات خطيره وثلاث حاجات محتمله حصل له حاجه من الثلاث حاجات الخطيره دي يبقى انا مش همشي عليها لو ثلاث حاجات من الحاجات المحتمله شويه اسهال مش عارف ايه وبتاع والعيان عنده قابليه ان هو يتعامل مع المشاكل دي اوكي يكمل عليهم قال لك لا اقلبه بقى على توبيكال كربونيك انهيدريز انهيبيتور خلاص توبيكال كربونيك انهيدريز انهيبيتور سواء دورزولامايد او برينزولامايد كويس انا بريكومند اللي هي القطره الجديده بتاعت القطره الجديده اللي هي اللي فيها الاثنين مع بعض يعني غير ما نقول اسمها تجاريه اللي هي فيها البرينزولامايد وفيها الايه وفيها البريمونيدين تمام فيها الاثنين هما دول الاثنين اللي اتعمل عليهم ستاديز ممكن حتى كمان في الجلوكوما يبقوا عارفين الكلام ده كويس قوي ان هما بيشتغلوا على ايه على فكره ان هو الواحد منهم بيقلل الابوبتوزس تمام واحد بيحسن البرفيوجن للاوبتيك نيرف هيت
فبتتكتبوا في حالات الجلوكوما، وانا شايف ان في حالات الديسكولفيز ممكن تتكتب القطرات ده. تمام، يعني انت عندك الكومبينيشن ده لطيف جدا، هو اتعمل بناء على كده اللي هو البريمونيدين. البريمونيدين ده اللي هو انهي كاتيجوري؟ الفا 2 اجونست، والبرينزولاميد اللي هو توبيكال كاربونيك انهيدريز انهيبيتور. هما الاثنين مع بعض، واحد بيزود البرفيوجن للاوبتيك نيرف هيد، والثاني بيقلل الابوبتوزس. تمام، اللي هو الجانجليون سيل ديث. فالاثنين مع بعض لطاف قوي في حالات الجلوكوما وفي حالات الديستروفيز. خلاص، ده لو العيان ما يقدرش يستحمل الايه السيداميكس. بقيت بقى الترايلز اللي اتعملت في علاج الريتينايتس بيجمنتوزا اسوشيتد سيستوين ماكروريتينا كله كلام هز. يعني في ناس قالت لك طب ما تيجي نحقن لوسينتس، قال لك والله اتس اوكي في حالات اتحسنت. اه طب معمول سبادز؟ لا ما فيش الكلام ده. طب تيجي نحقن استيرويد؟ اه في ناس اتحسنوا على الاستيرويد وفي ناس ما اتحسنتش. تمام، وجربت حاجات كتير قوي في علاج الريتينايتس بيجمنتوزا، مفيش ولا حاجه كانت افكتيف. تمام، والحالات اللي اتحسنت كانت حالات سبوراديك. اما السيستوين، اما السيداميكس والتوبيكال كاربونيك انهيدريز اتعمل عليهم حوالي 21 استادي، وال21 استادي طلعوا بنفس النتيجه ان هم هايلي افكتيف، وبالذات السيداميكس في علاج الريتينايتس بيجمنتوزا اسوشيتد ايديما. يبقى انا العيان ده همشيه على سيداميكس، وهمشيه على اللي هي قطره السيمبرينزا الجديده دي، وتشوفه هيتحسن ولا لا. ما تحسنش خلاص بقى تبتدي تجرب اي حاجه من الحاجات التانيه، بس تبقى عارف ان ده الحاجه الوحيده اللي ستادي بيز دي. في اذر كوزز اوف ماكيولار ايديما، شوفوا يعني احنا خدنا سبع اسباب بعد ما كنا بنتكلم عن الماكيولار ايديما اونلي دايابيتك. لا ده طلعت ممكن تكون دايابيتك سيرفو بي ار في او، ده كل ده فاسكولار. ممكن تكون انفلاماتوري ايديما، ممكن تكون جايه بعد كاتركت، ممكن تكون جايه بعد تراب او لي او ياك ليزر بالظبط كده، ممكن تبقى جايه بسبب دواء توبيكال زي لاتانو بروست، ممكن تكون جايه بسبب هيريديتري ديستروفي. مش بس الريتينايتس بيجمنتوزا، جايريت اتروفي وكتير من الهيد ديستروفي. اخر بقى مجموعه ان انا ممكن يكون الموضوع كله ما هو الا في ان تي محتاج فيتريكتومي، او يكون سي ان في مثلا محتاج انتي فيجيف. يعني السي ان في هو بيعمل ايديما برضه، بس ما بي مش بي مش بي مش تبع اي كاتيجوري من الاثنين، فتحط في الاذرز. يعني ده عين طبعا عنده سي ان في كلاسيك، سي ان في كلاسيك، سي ان في ده اللي هو اللي ايه معاذ اللي هو السبريتن ولا الصدر بي صبريتن، بس معاذ الف به بالنسبه له. يعني الكلام ده يعني الكلام ده كبير، بس هو بالنسبه له بس يعني ده بيقول هو مغمض يعني فعلا اللي هو الايه اللي هو السبريتنال سي ان في. تمام، بيتحين طبعا كلنا عارفين البروتوكولات بقى بتاع الحقن البي ار ان والايه والتريت اند اكستند والحاجات دي اللي احنا ماشيين بيها دوت. يعني اوكال سي ان في ما هوش يعني الفات ده كان ويل ديفايند، ويل ديفايند سي ان في، او انا شايف من برين ويل ديفايند، فده بنقول عليه كلاسيك سي ان في. انما دوت بنقول عليه اوكالت لان انا ما هوش ويل ديفايند او مش قادر احدد حدوده. تمام، وده اللي هو عاده بيبقى سب ار بي. تمام، او اللي بيسموه تايب 1 سي ان في. كويس، وفكره بقى ان هو كلاسيك واوكالت طبعا دي احنا عارفين ان ده ايه انجيوغرافيك فايندنج. يعني مفيش حاجه اسمها كلاسيك واوكالت في الاو سي تي، المفروض ان انا ما اقولش لفظ كلاسيك واوكالت ده الا في الفلوريسين، لان ده انجيوغرافيك فايندنج. زمان كان بيتعمل كده ان انا اللي انا شايفه ومحدده بيقول كده، يبقى هو زي ما الباشا بيقول، وممكن نقول في الاو سي تي في حالات معينه. هو 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 لف ورجع تاني. This is my own opinion طبعا، يعني ان انتوا كلاسيك ووكر تدوت كنت بقول كده على فكره عشان تبقى عارف البحر. طب اصبر لنفسك بالظبط، اه بس عشان احافظ على رجلي عيشي. بس هو حقيقي هو الفكره بس وجهه النظر الضعيفه اللي بتقول كده ان هو ان ده جيوغرافيك فايندنج، بتقول لك ان هو كلاسيك ووكر ده في الفلورسين. انت لو شايفه زي ده كده ويل ديفايند هو ده، لان هو متحدد اهو. ده انا لو جبت قلم رصاص همشي عليه، فده اتس كلاسيك اتس، وهو قريب من سطح الريتنا، يبقى غالبا ده سطح الريتنا مش غويط. انما دوت غالبا غويط، انا مانيش عارف فين اوله واخره، ده في ليكج وخلاص مش عارف فين. وهو يعني شوفوا كان بادئ فين وبعدين راح مليت، حصل ترو ايديما وسودو ايديما، ترو ايديما نتيجه الليكج وسودو ايديما نتيجه الستيننج، فسموه اوكلت مستخبي لانه مستخبي تحت الار بي. اما لما اتعمل الاو سي دي فانا بقيت شايف بعينيا، يعني انا شايفه لو هو سب ريتنا زي ده كده انا شايفه، واللي تحت الار بي انا برضو شايفه. ما الاو سي دي تمام، الحاجات بالذات اللي يعني الاتش دي او اللي هي اللي فيها الاي دي اي انا شايف، يعني فانا شايفه هنا وشايفه هنا، لان اصبح عندي كات سيكشن، فما بقاش فيه اوكلت، مفيش حاجه مستخبيه عليا. يعني ده
طيب اخر حاجه ممكن برضو في الازرز يعني في المجموعه رقم 7 اللي هي الازرز الايبريتال ميمبرين زي العيان ده كده مثلا عنده ماكيولار باكر ده ساعتها تعمل بيننج للايبريتال ميمبرين وساعتها الايديما تريزولف. يبقى خلاصه المحاضره يا جماعه ان انا لو جات لي ريتينال ايديما ما تفكرش بس ان انا دايبيتك بتكون بي ازر فاسكولار كوز تكون بي انفلاماتوري كوز ويبقى العلاج مع دكتور اليوفيايتس مش معاك خالص او يعني انت بتعالج حاله يوفيايتس ممكن يكون ايرفين جاز وساعتها هنمشي بالميجرز اللي قلنا عليها ممكن يبقى بعد تراب او بعد ياك او 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 ده البروفيلاكسس فيه احسن ممكن تكون بعد هيريديتاري فاندس ديستروفي وخدنا الريتينايتس بيجمنتوزا كمثال ممكن تبقى بعد ادويه الجلوكوما زي اللاتامبروست والتوبيكال ادرينالين اللي كانوا بيستخدموه زمان وده حلها ان انا اوقف الدواء وممكن تبقى نتيجه حاجه زي السي ان في او الايبريتال ميمبرين وساعتها تتعالج خلاص ثانك يو بس هي زمان عيان عنده دايبيتس وعملت له كتله ايه ايديما وعنده مايل ماكرو فانتر ما بقاش بقى عارف تديسكريمينيت دي دايبيتك ماكرو ايديما ولا ايرفيزيت بالظبط كده فهي يعني هل تديسكريمينيت ده مهم صح هو طبعا الديسكريمينيشن احنا قلناه في الشرح بالهوب ديسك ان انت هتعمل هنا سيستوليك ماكرو ايديما وهنا سيستوليك ماكرو ايديما ايه الهوب ديسك اتز انفلاماتوري ما هي غالبا الايرفيزيت دي هو ما حدش عارف سببها بس هي عادة انفلاماتوري دي او هي بوستيريور سيجمنت انفلاميشن. طيب لو هي حصلت بالظبط من الهيستوري لو هي حصلت بعد 6 اسابيع انا ذهني هيكون رايح اكتر ناحيه الايرفينجاز. لو هي في الفلوروسين طلعت الهوب ديسك انا بقيت ماشي ناحيه الايرفينجاز. لا هو السؤال بتاع الدكتور كمان هاو تو مانج همشي انهي لاينز اوف تريتمنت؟ هدي العيان السيدامكس وادي له التوميكال نون ستيرويدال ولا احقنه وانتي بيشيك ده دي الفكره بقى لازم تتفرج بالظبط كده ما تتسرعش تي ومع الدايبيتك ما هو الدايبيتك مع الدايبيتك برضو هو الدايبيتك دايبيتس بيعمل في ان تي وبيعمل ليكج يعني بيعمل ليكج ماكينه دي فانت هل هتحقن ولا ده فيتريكتومي يعني ده لازم تفرق برضو ما بين بص هو قصه الفيتريكتومي قصه الفيتريكتومي مع الفين تي ده عشان هي يعني انت كتب كاتبه كده لو انت عندك دايبيتك ماكينه دي ما وذ فين تي يبقى فيتريكتومي الكلام ده لو ما عندكش وزود في ان تي تبتدي التقسيمه اللي احنا قلناها كلينيكال سيجنيفيكانت ولا ايت سيجنيفيكانت في ان تي هو مش بروفايد بس هنرجع بقى تاني لو انت بصيت للفي ان تي مثلا في حاله زي الماكيولار هول انتوا عارفين الماكيولار هول ستيج 1 بيبتدي في ام تي في الاول يبقى عامل زي انترريتينال سيست كده في الاول دي ستيج 1 كويس طب هو انت ستيج 1 دي مكتوب ان هي ما ينفعش تعمل لها جراحه وان هي فور فولو اب انت 50% من الحالات بتفك لوحدها خلاص وبعد كده دلوقتي في كلام جديد على موضوع الـ VNT ان انت تشوف الـ VNT ماسك في حته هل هو سمول باند اديجن ولا برود باند اديجن سمول باند او برود باند دي قسموها على حسب ايه بقى بالظبط 1500 لو هو بتاع وممكن 1000 يعني حقيقه انا يعني هو قال يعني في بيبرز اتكلم على 1000 كانت مقسمها كانت هو 1500 بقول لك بس يعني في كتب كده حقيقه في 1000 وفي 1500 فنقول مثلا من 1000 ل 1000 لا اللي هو الحته بتاع الادهيجن اصل 1500 انا شايفه يعني كبير انا في رايي انه كبير يعني في رايي انه كبير يعني بس طبعا يعني لو في كلام ستادي بيزد يبقى طبعا هو اوقع المهم يعني انت لو عندك بروت باند ادهيجن من 1000 ل 1500 المفروض ان انت بتخش تعمل فيتريك لو اقل من كده بتفولو اب بس هي براكتيكال الكلام ده ممكن ببساطه شديده ان انت تفولو اب كل حالاتك تمام طالما ان العيان طبق عليه القاعده بتاع الايبريتال ميمبرين طالما ان العيان ما بيشتكيش من ميتا مورفولوجيا خلاص ما تجيش ناحيته خلاص وسيبه وتابعه والله الفي ام تي بيفك وبيقل بالمتابعه خلاص هيفك وينتهي الموضوع ما بيفكش اعمله فمش هتفرق 1000 ولا 1500 واحنا اصلا بنقيسها بالظبط يعني احنا لو عملنا له 3 او اس تي كل واحد فينا هيطلع رقم يعني يعني هي موضوع يعني هل برود باند ولا سمول باند اديشن تمام دي تبقى في ذهننا انما اكشوالي براكتيكال يعني بيشتكي ولا لا هو ده المهم تمام